هي الخبر اللي معانا دلوقتي خاص بالكهرباء، وطبعا حضراتكم عارفين يعني موضوع الكهرباء كمان بيهم ناس كتير جدا، ودايما بيكون في مستجدات في وزارة الكهرباء دايما بيبقى ليها شأن من الاهتمام الكبير. خلونا يعني نقول ان اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طرق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الجديدة، واللي طبعا هتنطلق طبعا رسميا في اول شهر يوليو القادم. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المنصه. معانا على الهاتف الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء. الو، صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك، تحياتي مشاهدينا الكرام. اهلا بحياتك يا دكتور. يعني حابين حضرتك توضح لنا اكتر موضوع المنصه الالكترونيه، وحابين نعرف برضو انها يعني الخدمات اللي بتقدمها، لاننا سمعنا انها ممكن تقدم يعني لغاية 16 خدمة، حابين برضو نعرف تفاصيل عنها عشان مشاهدينا لو يعني يكون عندهم تفاصيل في هذا الموضوع أكتر. هو طبعا هي اسمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. ممكن أي حد من المواطنين بيخش على الانترنت ويكتب العنوان دوت وبتظهر له وبيربطه عليها، والمنصة دي كمان ممكن من خلالها برضو بعد التسجيل بينزل تطبيق على التليفون المحمول أيا كان نوعه، ومن خلاله بيقدر يستمتع أو يعني يتعامل مع الخدمات الموجهة. زي ما حضرتك أشرت، هي الخدمات هتصل حوالي 16 خدمة، طبعا مش كلها مفعلة، يعني بتفعل تدريجيا. المنصة بالفعل هي موجودة وكانت شغالة بقالها فترة كإطار تجريبي، بس إن شاء الله من 1/7 الاستخدام الرسمي ليها. التسجيل بتاعها أو فيش رسوم للتسجيل داخل المنصة. كمان في نفس الوقت هي لما بيسجل هي بيطلب منه رقم القومي علشان يبدأ أنه هو يتعامل معاه، وكمان بنطمن الناس أن البيانات دي بتبقى مؤمنة وفيها كلمة سر مؤمنة. الفكرة منها ان احنا في اطار الحكومة كلها ان هي التحول الى التحول الرقمي والتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة، وكمان في نفس الوقت سهولة التقديم او الخدمات للمواطنين. وكمان طبعا يعني حتى يعني جائحة الكورونا بنحاول على قدر المستطاع نمنع الانتشار ده بخلال التعامل كله بيبقى الكتروني. طبعا هل في هذه المنصه ايضا يا دكتور يعني ممكن نبعت يعني الرقم الكهرباء او قراءه العداد يبقى في دفع برضو الكتروني؟ يعني هل كل المنصه دي بتشمل كل ده، ولا دي يعني دي جزء وفي حاجه تانية جزء تاني؟ لا، كل الخدمات حضرتك اشرت ليها، او يعني من بتبدا من تقديم لطلب عداد سواء قانوني او كودي، واللي عايز يغير العداد، عايز ان هو يدفع قيمة الفاتورة بتاعته، عايز يبعت قراءة للعداد او صورة للعداد، كل الحاجات دي كلها بتبقى من ضمن يعني بقول حضرتك حوالي 16 خدمة على المنصة ديت. وطبعا هي الفكرة كلها ان يعني منع يعني لانتشار الفيروس كورونا، وفي نفس الوقت تسهيل للمواطن نفسه علشان يبقى الموضوع يبقى حتى الدفع الالكتروني ممكن من خلال ان هو بيدخل الرقم الخاص بالفيزا كارت او اللي هو كارت الدفع الالكتروني، ممكن يتم دفع الفاتوره او دفع الرسوم اللي هي المطلوب منه سواء عداد كودي او عداد عادي او اي رسوم مطلوبه منه. طيب هل دلوقتي الـ يعني كشاف النور والمحصل برضه هيبقوا متواجدين؟ لان طبعا حضرتك عارف ان مش كل الناس بتقدر تستخدم الـ 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 الانترنت وما تقدرش تخش على المنصه، فيعني هل ده مكمل لده ولا خلاص الثاني هيتمنع خالص؟ لا طبعا هي كلها يعني مكمله لبعضها. الطريقه اللي هي الثانيه ما موجوده وشغاله ومفيش اي مشكله فيها، ويمكن يعني حتى في برضه بيكمل للفاتوره حاجه برنامج اسمه برنامج القراءه الموحد. البرنامج دوت برضه بيلزم القراء نفسهم اللي بيروحوا للمكان العداد ان هم ياخدوا صوره للعداد ويبعتوها برضه الكترونيا لاماكن جمع البيانات ديت. والطرق بتبقى يعني المعتاده اللي هي التقليديه،
حتى لما برضه بيصدر فاتوره ممكن او على طول المحصل بيروح للمكان وبيديله الفاتوره، لو عايز يدفع بيدفع، لو عايز يدفع الكتروني يدفع الكتروني من خلال في رقم على الفاتوره اسمه كود السداد الالكتروني، ممكن من خلاله ان هو يدفع الكترونيا سواء بقى على المنصه او سواء وسائل الدفع الالكتروني المنتشره. كل الحاجات دي كلها وسائل متعدده علشان تسهيل تقديم الخدمه للمواطن، انما طرق تقليديه موجوده والطرق الالكترونيه موجوده. تمام. طيب خليني اقول لحضرتك، يعني هل يعني تم تحديد موعد طبعا يعني لتقديم طلبات العداد الكودي للمناطق العشوائيه؟ انت عارف حضرتك عارف طبعا المناطق العشوائيه يعني بتحظى باهتمام كبير جدا من قبل الدوله، فحابين برضو حضرتك توضح لنا النقطه دي. هو طبعا العداد الكودي بنقصد بيها العداد بيتم تركيبه للاماكن اللي هي غير مرخصه او مخالفه لاشتراطات البناء، وبتكون حاصل على الكهرباء. وطبعا الاسلوب القديم كان بيبقى فيه نوع من التقدير يعني بيبقاش دقيق، وبالتالي كان من هنا مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات اللي هي الكوديه. العداد بيركب مش باسم الشخص، برقم فقط، لحين طبعا هو ده الهدف منه، انه عدم اثبات ملكيه الوحده السكنيه لحين يعني تقنين وضع الوحده السكنيه او ازاله العقار لو تطلب الموضوع كذلك. يعني في نفس الوقت طبعا بيتطلب منه بعض الرسوم علشان طبعا يعني تامين التغذيه الكهربائيه ليه من الشبكه الداخليه، اللي كان التوصيله العاديه ديت اللي كانت بتتاخد بتبقى طريقه غير مقننه وبتبقى غير فنيه وبتسبب مشاكل للعقار نفسه وكمان للشبكه المحيطه بيه. التقديم الاعداد الكودي المجلس الوزراء وافق على التقديم يبقى بنفس يعني التعريفه هي بتاعت الاسعار، سعر الكهرباء هو لاي اماكن من ضمن الاماكن المخالفه. في نفس الوقت احنا ان شاء الله من 1/7 هيبدا استقبال الطلبات الخاصه بالعدادات الكوديه الكترونيا من خلال المنصه الالكترونيه، علشان برضو منعا للتجمعات وانتشار الفيروس كورونا. واي حد من المواطنين يعني بنامل ان هو يدخل على المنصه من دلوقتي ويبدا يتعامل معاها ويسجل اسمه، وعلشان لو في اي مشكله ولا حاجه نقدر ان احنا هو بيبعت لنا عن طريق 121 واحنا بيستفسر يعني عن اي حاجه تقف قدامه يعني. مظبوط. وانما من 1/7 ان شاء الله بيبدا رسميا استقبال الطلبات الكترونيا من خلال المنصه باذن الله. يا رب. طبعا احنا طبعا يعني جهد مشكور جدا ان دايما يعني بنقول في ظل هذه الظروف اللي احنا بنمر بيها وجائحه فيروس كورونا ان يكون كل التعاملات من خلال المنصات الالكترونيه علشان يحصل التباعد اللي احنا بنتكلم عليه. وطبعا يعني كانت نقطه مهمه جدا زي ما حضرتك اوضحت ان يعني كل الامور العاديه اللي معتاد عليها شغاله، ولكن في نفس الوقت اللي يقدر يستخدم هذه المنصات يكون افضل طبعا يستخدمها، ولكن ان شاء الله يعني نرى في القريب يعني انتهاء هذه الازمه ونستمر ايضا في المنصات الالكترونيه اللي هي بتفيد في حاجات كتير قوي مستقبليا يعني. بشكر حضرتك جدا الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.